الحاجة للسيادة الرئيس، أنا قدامي يافطة هنا مبادرة غير تتغير. وفي ضوء ما شاهدته اليوم أقول لك يا سيادة الرئيس، غير تتغير، وأمامنا تجربة جميلة رائدة ناجحة بنت جسورا عميقة بين الدولة وشباب مصر. وعندما أنظر إلى علاقاتنا أو علاقات الدولة بشباب مصر قبل 4 أعوام، وأرى اليوم هذه الجسور العريضة التي مدت بين الشباب وبين الدولة، فذلك يعني أن المستقبل آمن. سيادة الرئيس، أمس كنت منفعلا وكان لك الحق في أن تنفعل، وكنت غاضبا وكان لك الحق في أن تغضب، وكلمت شعبك بشفافية واضحة وبشجاعة فائقة، وقلت له باختصار ليس لدي لك سوى العرق والعمل حتى تبني مستقبلك. وأظن أن المصريين قبلوا هذه الدعوة وسيقبلونها، ولم يتحمل المصريون مثل ما يتحملون الآن، تقديرا لأمانتك وتقديرا لشخصك وتقديرا لأنك سوف تعبر بهم إلى الأمام، ولن تعبر إلى الشاطئ الآمن إلا بهؤلاء الشباب. صحيح سيادة الرئيس، صحيح. غير تتغير. وأترجاك نصيحة زميلي إليك بأن تهبط بسن الوزراء إلى 30 عاما، هي نصيحة مخلصة. هذا فكر جديد وهذه رؤية جديدة. مين يا سيادة الرئيس؟ تصور مين ينصحك بخفض سن الوزراء؟ شيخ الصحفيين. شيخ الصحفيين، تفضل يا فندم. أود أيضا يا سيادة الرئيس أن أقول لك أنه تجربتك في مد هذه الجسور على امتداد المؤتمرات 4 تؤكد أن هذه التجربة لابد أن تستمر لتشمل كل محافظة. وأنا يعني كثير من الآراء والمحاكاة اللي موجودة ربما رددت أفكارا قديمة، وإن كانت هناك نقاط لامعة. الزميلة التي قالت فسرت أو وضعت قانونا لتنظيم المعلومات، أنا شخصيا بقول لها أن المجلس الأعلى للتنظيم إعلام سوف يتبنى بنود هذا القانون، لأن مصر تحتاج إلى هذا القانون. الحاجة الثانية اللي عاوز أقولها هي أستاذ مكرم، أستاذ مكرم، ليست المشكلة. شكرا يا فندم، بس أنا عايزة أوضح حاجة بعد إذن حضرتك، إن القانون ده مش فكرتي أنا بس، القانون ده فكرة كل مجلس النواب المصري، حكومة الدولة المصرية المجموعة الثالثة. كلنا مقدرين حجم الترابط وحجم التعاون، والمشهد كله يوحي بأشياء جميلة. صحيح. وأنا شخصيا أكثر تفاؤلا بمصر بعد هذا المؤتمر. مش انه كنت قدمت افكار مبدعة وعظيمة، قدمت بعض الافكار المبدعة والعظيمة، ولكن انظروا الى انفسكم قبل 9 شهور. هذا شاب جاء قبل 9 شهور، جلس في تدريب مستمر على مشاكل مصر، لم يفرض عليه رأي سياسي. وانا سألتهم او سألت عديد منهم، هل طلبوا منك تأييد السيسي؟ قال لي لم يحدث أن طلبوا منا على وجه الإطلاق أن نؤيد أحدا. وأعتقد أن هذا المضمون الجميل للتربية، أن تعلم الشاب الشجاعة، تعلمه أن يقول رأيا مخالفا، هو ده الذي هيلد مصر جديدة. شك أستاذ مكرم، حضرتك ملاحظ والسادة الحضور جميعا يلاحظون أنه لا توجد صورة واحدة لعبد الفتاح السيسي إطلاقا، يعني مع سهو الرئاسة بقى. يعني أنا أقصد أن الروح تغيرت. قطعا. طبعا معك حق في هذه الملاحظة. يعني زمان اعتدنا على أن احنا نرفع على صدورنا صور الرؤساء في كل شارع وفي كل حارة. أعتقد نحن أمام نهج جديد، وأعتقد هذا أيضا ذوق جديد. في الكلمات اللي اتقالت غير أنه موضوع قانون المعلومات، كان في أشياء جميلة جدا. أنا أثني على الكلمات التحية التي حصلت لوزير الثقافة، أثني على أن رئيس الوزراء أيضا استطاع أن يشمل
يعني برنامجه يشمل كافة بنود مصر، بمعنى انه درس واستوعب وعرف. ايضا كمان هناك افكار كثيرة، المفارقة التي حدثت بينك وبين زميل من الزملاء حول النشر الالكتروني والنشر المقروء تعكس مدى الفروق بين اجيال مختلفة. وانا شخصيا اتمنى ان كل صحيفة لا تزيد توزيعها على 1000 نسخة، وهذا رقم متواضع، أتمنى أن تتحول إلى نشر إلكتروني مع الحفاظ على حقوق عميل. صحيح صحيح، لأن هو ده المستقبل وهو ده الأمل. سيادة الرئيس، يعني مؤتمرك عظيم وشبابك عظيم، واطمئني تماما إلى أن مصر سوف تقف إلى جوارك في هذه المعركة، لأنك بالفعل قائد جديد تنحو نحوا جديدا، لا تعمل لشخصك ولكن تعمل لمصر. وأظن أن كل مصري حتى الذين تأذوا من الأسعار يعرفون جيدا أنه عشان خاطر السيسي إحنا سنحتمل أكتر عشان خاطر مصر، ولكن هو ما بيحبش الحكاية دي يا أستاذ مكتب. ثانية واحدة والنبي عشان خاطر. المهمة أيضا أنك الجلسة المسائية كانت جميلة، لأنك أعطيت للمصريين، أعدت لهم الأمل، وأيضا كمان واعترفت بأن المصريين صبروا وصابروا ووقفوا بشجاعة إلى جوار وبتضحيات جميلة إلى جوار كل مواقفك. سيادة الرئيس، رسالتي إليك وهي رسالة أخ، وأنت رئيسي، وتأكد من أن مصر سوف تعبر وسوف تعبر بك، وتأكد أن المصريين يمارسون حكما جديدا ديمقراطيا أو يتجه إلى الديمقراطية، ولكن أهم بضاعتك هم هؤلاء الشباب اللي استطعت أن تكسر الحواجز من أجلهم. من فضلك سيادة الرئيس، غير تتغير. أنا سب